حراك سياسي كبير جدا يجري الآن بأروقة وكواليس السياسة العراقية، وهذا قائم على أساس التفاهمات المشتركة التي حصلت في الفترة الأخيرة ما بين السيادة والديمقراطية من جهة والإطار التنسيقي، وهم عازمون على أن تكون هنالك رؤية ومناخ جديد للعملية السياسية، بحيث أنه التفاهمات الأخيرة وصلت إلى يعني مراحل متطورة جدا. اتفق جميع الكرد يعني مع السيادة، اتفقوا مع الإطار التنسيق على تمرير السيد محمود شاع السبتاني، وأن البيت الكردي أيضا متفق على أساس أن يكون هنالك توجه لاختيار شخصية كردية لإدارة العملية السياسية في منصب رئاسة الجمهورية. ويأتي الكرد إلى بغداد بخطاب واحد، هنالك ضمانات حصلت ما بين الأطراف الثلاثة، وهم ينوون الآن الذهاب إلى الحنانة لإقناع سماحة السيد بكل التطورات التي حصلت، هذه التسريبات التي تقول هكذا أنه هنالك رغبة من السيادة والديمقراطية الكردستاني والإطار التنسيقي بأن تكون هناك مبادرة يذهبون من خلالها الحنانة. ينتظرون حقيقة الإشارة من الحنانة، إن فتح باب الحنانة فإن العملية السياسية سوف تفتح أبوابها على مصراعيها، ومن ثم تمضي لإكمال باقي الاستحقاقات الدستورية. التظاهرات يعني المعلومات اللي متوفرة لدينا أنها تظاهرات وقفة استذكار لتشرين، ليس إلا لن تتحول إلى اعتصامات، لم تكن ولم سوف لن تكون بذات التأثير الذي حصل في 2019، على اعتبار أنه في 2019 الشارع العراقي خرج. الآن هنالك حقيقة مجاميع من تشرين و التيار الصدري هم من يرغبون بالذهاب إلى التظاهر، لكن كل المؤشرات تقول أنه هي وقفة ليس إلا ولن تتحول إلى اعتصام. وإذا تمت العملية وانتهت التظاهر أعتقد أنه الأمور سوف تمضي أيضا إلى أكمال الاستحقاقات الدستورية، وإن شاء الله أن هنالك بارقة أمل كما وصلنا من التسريبات الخاصة ومن مصادرنا الخاصة أن الأمور ماضية إلى الحل إن شاء الله.